أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون أنه سيتم قريباً إطلاق مشروع إعادة تهيئة وحدة تصنيع المكونات النشطة التي تستخدم في إنتاج المضادات الحيوية، والتي توجد داخل مجمع أنتيبيوتيكال التابع لمجمع صيدال بالمنطقة الصناعية لوادي حربيل غرب ولاية المدية. ويتعلق مشروع إعادة تهيئة منشأة تابعة لصيدال ظلت مغلقة منذ 2008 لأسباب غير معروفة، حسب ما أفاد به الوزير علي عون، الذي أكد أن الهدف من هذه العملية هو تقليص فاتورة الاستيراد وضمان توفير المنتجات في السوق المحلية. قام سفير الجزائر بروما عبد الكريم طواهرية بزيارة عمل إلى مصنع دالتا أوتوموتيف المتخصص في تجهيز المركبات النفعية. وحسب بيان للسفارة، فإن الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وإيطاليا، وكذا تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الميكانيكية. كما أضاف المصدر ذاته أن السفير طواهرية التقى بمسؤولي الشركة لدراسة سبل إقامة مشاريع الشراكة مع نظيرتها الجزائرية في ذات المجال. أطلقت شركة فيات الجزائر منصة لشراء السيارات عبر الإنترنت تشمل مختلف أنواع مركباتها، وتهدف هذه المبادرة إلى توفير تجربة مبتكرة ومبسطة لشراء السيارات. وأفاد بيان للشركة أن المنصة تتيح للزبائن فرصة اختيار وطلب ودفع ثمن سياراتهم، حيث سيكون بإمكانهم اختيار الطراز والنوع وحتى اللون المرغوب فيه، وإدخال بياناتهم الشخصية ووثائق هويتهم، ثم دفع ثمن السيارة عن طريق بطاقة البنك التجاري الدولي أو البطاقة الذهبية أو قسيمة الدفع البنكية. وضع الصندوق الوطني للتقاعد خدمة رقمية جديدة باسم تذكرتي على منصة تقاعدي لصالح منتسبي الصندوق، والتي تسمح لهم باستخراج تذكرة إلكترونية عن بعد بهدف ضبط مواعيدهم دون عناء التنقل. كما تقدم هذه الخدمة معلومات حول الوقت المتبقي ليصل دور المرتفق على مستوى الشباك، وكذا عدد الأشخاص الموجودين في الانتظار، وهو ما يسمح لمستعمليها تفادي الطابور. طالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين أمس بضمانات أمنية لإدخال إمدادات غذائية والقضاء على المجاعة التي تهدد 2.2 مليون شخص بقطاع غزة. وأوضحت ماكين أن البرنامج يملك إمدادات غذائية لا زالت على حدود غزة بانتظار الضمانات الأمنية للوصول إلى الفلسطينيين، وهو قادر على توسيع العمل لإطعام 2.2 مليون شخص في أنحاء القطاع. كما أكدت المديرة أن برنامج الأغذية العالمي باستطاعته إنهاء المجاعة في غزة، لكنه يطلب بتوفير ضمانات أمنية وإمكانية الوصول المستدام لتقديم الخدمات بأمان.